أنجت لها إحدى القنوات اللي عد وغلط تنبأت سبحان الله. يا أخواني على كل أبو حال أنتم أدليتوا والدنيا فيها حكم وفيها قصص وفيها أنا يذكرني بعهد قريب يتخلون لي المجالة قصة قصيرة ما هي طويلة إن كانت قصيرة طالما يعني وسط بتلها إيه إن شاء الله بس يبيها عن الثقافة عن الثقافة نعم اليوم. يقول لك رجلين هذولا سعوديين من رجال الأعمال كانوا يروحون ويستوردون عمال ومهندسين من مغنم الصحيح ويتأكدون منين من صحة شهاداتهم وإمكانياتهم إحنا عندنا هنا الله المستعان يحصل عندنا غشش وتزييف يجون بشهادات يعني مزيف هذا الصحيح يجينا السواق يقول السواق ولا يدري كيف يسوي يجي المهندس والله ما يدري وين هو رايح يعلمون لكن ياخذ السواق نعلم السواقه يعلمونه نعم يجي هنا بسواق وحنا نعلم السواق وحنا نعلم السواق لا ونكتب على السياره انت بالترا جديد لا السائق تحت التمرين المشكله ان الصالون واللفان والسياره تحت التمرين ومليانه عوايد يعني العوايد ولا بسلامتها ودك هذه المشكله انت اللي بحولها انتبه ودك تركب نعم هذا اكبر غلط تدري ان هذا اكبر غلط لان كنت مقدم بحياه اللي معه السلام ايش الشخص ده ابراهيم يوم بيه اليوم حركات ابراهيم الله 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 ما تروح لا شلونكم تكلمتوا عليه قبل ما احط بعد ما حط الدله كان ما شاء الله ما شاء الله قدام الرجال وعلى غاربه تبارك الله استحى استحى طيب يا اخوان خليت اليوم الخميس يا شخصية دي ولا في شيء ولا في شيء خذ القهوة خذ القهوة اسلم اسلم طامون الرجال لهم عادات ويروحون ونجحوا سبحان الله الصدق لا سلامتك لا يا لا سلامتك يا اخوي هذا فنجالك وفنجالي واصل المهم يقول انهم كم مرة يروحون ويوفقون يجيبون مهندسين صناعيين ويشتغلون صح والصح صح مثل ما قيل المهم جاء واحد ثالث يقول رجل أعمال وقال ما شاء الله حنا نأخذ من الداخل وأنتم تأخذون من الخارج قال والله حنا نجتهد ونأخذ من مغنى ونتأكد من شهاداته لكن أنت تأخذ من الشارع ما يجوز لازم نظامي ولازم قال اليوم أنا خوي لكم إن شاء الله للبلد اللي كان فيه العمالة المستوردة قاموا الرجال الثلاثة الأولين أهل العادات وهذا جديد وقالوا على شرط نمسك جميع ما نفعل تفعله قال أبد أنتم مجربين وأنا خوي لكم طاروا الطيارة وزلوا بالبلد هذا اللي فيه الاستقدام وفيه العمال وفيه المهندسين الفولهم على فندقهم طيب كانوا يروحون له عندما جوا قال ترى الدنيا اليوم مضطربة عندنا يقول راعي الفندق لكن جميع ما عندكم من فلوس ولا أوراق ولا شيء حطوها وين حطوها عندي بالصندوق التجاري ذا وخذوا عليها سناد وحنا نحفلكم هنا مكفولين محفوظين من كثر الموظفين والحراس لكن برا ترى انا عاد امكانياتنا تقصر من برا خارج المسؤوليه اي خارجين المسؤوليه برا ترى فيه مشلحين وفيه مختطفين وفيه حراميه وفيه استعدوا واحتسبوا للامر هذا قالوا ابد الرجال الاثنين قاموا وسلموا فلوسهم واوراقهم اللي معهم المهمه قالوا صاحبهم الجديد ذا سلم فلوسك قال انت مهبل سلم لي صندوق انا ما اعرفه قال يا ابن الحلال هذا معروف ولا هو اول مره جينا مرار وتكرار ويحفظ حلالنا ويعطينا فيها ورقه سند ولا من بغينا نطير المطار انتهينا من مهمتنا يعطينا كل شيء اللي هو صندوق الامانات اي صندوق الامانات أي. قال ابدا انا صندوقي مخباتي يا رجل يا عدل يا بدل من الشيبان الوليد لا والله وسط رجال متوسطين وهالاعمال لكنه ما جرب قال وانت ضايع انت ما انت ببلد السعوديه امن ومان وخير وارزاق والله ما يجيك الا واحد على طول يسلط الله عليه وينهونه صحيح الدوله فيه خير والشعب كله فيه خير وبلد امان وطاعه رحمن بلد حليم مضطرب يا اخي دخل فلوسك واماناتك اللي معك ولا من انت انا قلبت امانتي وصندوقي هالي مخباتين يا رجال يا رجال ما بطل راح على رايه معهم على رايه قام واحد منهم وراح وجاب له ثلاث ملابس اللي هو بنطلون وقميص ملابسه اهل البلد قالوا نبي نتموه وحنا نبي نطب السوق ومكاتب الاستقدام والدنيا حصلهم ذبحهم الجوع على وين؟ على الارصفه لا شافوا الخليج طاروا به يلا يا فلان خوينا الثالث
يلا هذا القميص والبس مثل ما انا البس. قالت مهبل والله ما البس بني الثوب السعودي اني ما نزله مره. يا رجال يا عدل يا بدل هذا هذا محجر يا اخي. انت ما انت بالسعوديه بمن ومان، انت بدوله ما ندري عنها. اما الفندق هذا محفوظ ومجود بهله وحراسه، لكن لو طلعنا برا خارج المسؤوليه. قال ابد والله ما البسه. المهم رسبوا الثلاث، خذ لهم تكس وراحوا للقسم هذا اللي فيه مكاتب الاستقدام. الرجال على ثوب الخليجي، الرجال الثانيين متموين ما لبس البلد. علن الخليجي معروف. اي الخليجي معروف نعم. ثري ولو جاي هناك الا كل واحد اللي يقضب على الاول ويوديه للمكتب. المهم يوم منهم انزلوا قال لا الناس قدامهم تقول حجاج، يقول على الارصفه. قالوا فقر، قالوا كل واحد اللي ينتظر يقضي يجي واحد يطلب فيزا سواق ولا مهندس ولا. قالوا اول ما يطيرون برع الثوب الابيض. قال لما يشوفون الا راسه. قال يتحشمار العقال، قال الطاقيه. قال للرجال قال يوم راحوا عليه الصفوف لا كل واحد يقول انا اللي ماسك الاول. قال والرجال يدشون معهم زملاه، دشوا معه جنبه. قال انا ماسك قبلك، انا والله ماسك قبلك. يحسبونه من هلا المكاتب. قال اخذه وقال العبوا به لعب. قال لين قطعوا ملابسه عن ظهره. كل واحد قض من يد واللي قض من رجل واللي متلبطه. وتلقى الدراهمات راحت. قال كل واحد قال كل واحد انه لا ابغى يروح على النفس. قال كل واحد يوديها المكتب واللي يودي اخوياه مجتمع يبون الفيز هذه ويبون العيشه. هذا بلدنا يا اخواني، بلد خير، بلد مغبوط بالنعمة ولا من ولا ما. نحمد الله على هذه النعمة. قال والله ما أخذنا شوي. قال الرجال ما عليها إلا ملابس الداخلية. قال ملابس لا يوجد، حتى القلم ما هو بجيبه والمناظر والجوال والفلوس وارقام في ألفيز والدنيا. قال للرجال صفر. قال يسهمون على من بين الرياجيل. قال لما البدلة معهم اللي هم لابسين مثلها واللي لابسين الشعب. قال يحطون القميص عليه قالوا يلبسونه. قال للرجال مغريجة. قال ما يدري وين هو، فوق الأرض ولا تحتها. قال مغريرتات. قال يشيلونه قالوا يحطونه عند رعاة التكس. رعاة التكس واقف يقول من مكان إلى مكان. أخذوا أظن يوميا والناس يترزقون الله بكل مكان. يقول رجع الرجال قال للرجال خايب الرجال. قال مغرم دنس. قال والبدلة عليه حقة البلد. قالوا حالته حالة. قال اتغفوه. قال لا ما يجدون شيء، لا فيز ولا فلوس ولا جوال ولا أي شيء. قالوا قوموا انظروا. قال له والله ما الجواز طايح على حد رجلين الرياجيل. أثر اللي أخذ الفلوس والبوك اللي معه أثر شاف الجواز، والجواز خاف أن يدل عليه طش وأخذ كل الموجود معه. جابوا الجواز له وقال انطق هنا بجوازك وارتاح، لأن الله يقول ما قال. اطلبوا دخلوا المكاتب وأخذوا ولي الله ومرهم عليه وتأكد. والرجل مجربين هيا ولد وانا في يزك وانا علومك. قال ما عندي شيء، ابي السعوديه بس، احيا واموت بالسعوديه. قال احنا معلمينك يا ابن الحلال بس. يا رجال. قال المهم الرجل قضوا لزومهم وقالوا على طول. قال بتاكسهم قالوا رجعوا للفندق هنا. قالوا ونزلوا ملابسهم. قالوا طلعوا اماناتهم، عطوا الاسناد طلعوا اماناتهم. قالوا ويتهيا امورهم. يا رجال انت وش علومك؟ قال انتهيت انتهيت مره واحده بس، والدنيا السعودية وبس. الله مستر. قال له والله حاجزين ذهاب وياب. قال للسعودية. قال احنا معلمينك يا اخي، تحسب لك بالسعودية بلد الامن والامان والارزاق والخير. تروح لكل دولة، هجي دولة خذ دلها ولا راح وخلها ويرجعون لبلدهم. الرجال ما طاع زملاه ولا طاع التجربة، شايف؟ فالتجربة هذه يا اخواني ترى لها دور. نعم سلامتك. والتصميم على الراي مشكلة. اسمع الكلام انت، ما دامك رايح مع مجموعه خليك من